أهلا. صالون على الهواء. صالون طاهر أبو زيد. صالون على الهواء، صالون الليلة في منزل فنان متعدد المواهب، مغني عريض الصوت فيه عمق، ويتميز فناننا بأنه يجيد إلى حد بعيد اللحن الشرقي واللحن الغربي، طاف بألحانه بلاد متعددة في أوروبا وفي البلاد العربية. والليلة في صالونه ألمح الأستاذ الشاعر فؤاد بدوي والأستاذ حسن شمس صديق الصالون، ونترك لفنان الليلة الأستاذ سمير الإسكندراني أن يقدم لنا بقية ضيوفه. مساء الخير يا أستاذ طاهر. مساء الخيرات والجمال، عشت ودمت. وأنا بالكاد ألمح صورتك في ضوء الشموع، فهل أنت متعمد أنك تطفي النور للادي ولا أنت غاوي الشموع ليه؟ يعني قد يكون خيالا أكثر خصبا ونماء من الصالون يبقى على ضوء الشموع. لا يعني أنت غاوي يعني، وبتزيب كل ليلة كم شمعة عشان تصل لهذا الجو. الحقيقة بصرف كل اللي في جعبتي وبنقب بطاقيتي على الشموع، ضحية الشموع انت. تقدم لنا اخوانك اللي ماسكين الالات، حمادة الطبجي او محمد الطبجي، عازف الجيتار والملحن والموزع الموسيقي في فرقة الفي اي بي اللي احنا عاملينها سوا، ومعنا الأستاذ محمد الشيخ أحد ملحنين الشبان، عامل شوية ألحان ظريفة ممكن تتلعب على أوركسترا، وأرجو أنكم تسمعون في الصالون ونترك لكم الحكم. بقدر ما أستطيع أن أتبين في نور الشمعة بشوف دقنك العظيمة اللي عاملة زي أنت مربيها دلوقتي، بقى شكلك زي تولستوي يعني. ولا إيه أنت إيه يا أستاذ فؤاد، إيه رأيك فيه؟ والله إيه رأيك في تربية يعني الدقن؟ هو إطلاق الذقون دلالة ثراء شعري. شعري ولا شعري؟ لا شعري. أنا بحب جدا على الولاد شعر طويل، وبحب لما يكون واحد دقنه كده وسيمه زي سمير. اوكي يعني ليه لا دقن وسيمه جدا، ده موهبه في حد ذاتها. يعني الواحد يلاقي دقن كده ويمشي بيده، دي في حد ذاتها قيمه. بيفكرني سمير بصديقنا الرسام ماهر، برضه كان يعني ما بيجيش الرسم كثيرا انما كان عنده دقن ممتازه للغايه. بس اسمع يعني قصدك ايه؟ ما قصديش حاجه بالنسبه لفن سمير، انما حقيقي بالنسبه للدقن ماهر يملك ذقنا. لا بس هو استاذ سمير يجيد تربيه الذقن. سمير ده مجموعه مواهب. لان انا بتكلم عن صديقي سمير الاسكندراني، اذا كان مسموح لي يعني اقول ان سمير اساسا فنان تشكيلي عظيم. فنان تشكيلي عظيم، واعتقد انه سرق من الرسم القدرة على تلوين الصوت. لا المستمع أصله عاوز ياخد فكرة عن الموضوع عشان يبقى معانا، يعني اشرح ازاي. يعني هو رسام وفنان ديكور جيد، وسرق من الألوان في الرسم للصوت، يعني من ميديم الرسم سرق الألوان وحطها في صوته. فهو لما يغني شرقي يطربني طرب بديع جدا، ولما بيغني غربي بيسفرني فعلا لبلاد غريبة بحس فيها بإيقاع سريع أو أسرع للحياة. انما يعني كلامي عن دقنه ما كانش يعني ابدا انه مش موهوب كل هذه المواهب. سامع يا سارق من عيني النوم، ها يقولك انت سرقت. اطراء شديد جدا في دقني، وحول الشعر الى شعر والشعر الى شعر، وله قدره بلاغيه شديده جدا. وبعدين هو في حد ذاته ان يتناول لحياتي فؤاد بدوي بال احنا نحلف بيها. فاكر عبارة ظريفة قوي من فيلم رصاصة في القلب،
بيقول ايه بصوت رأي ابراهيم اللذيذ جدا، هتقول كلمني عن نفسك عن احوالك. انا دلوقتي بسرق برضو التعبير ده عشان اقول لك كلمني عن نفسك عن احوالك. والله انا في قلق شديد جدا يا استاذ طاهر. ليه؟ في رأسي افكار كثيرة جدا، واحيانا بستطيع تحقيقها بشيء من التحفظ، واحيانا تقف حوائل كثيرة جدا دون تحقيق ما في رأسي. عايز احدث صدمة في الغنوة التقليدية، واريد ان اغني هذه الصدمة. فؤاد بدوي عايشني خالص، عايشني خالص، ويعني بيصادف احتراقي، وكثيرا ما نقعد في جلسات طويلة ونتكلم في هذا الصراع اللي موجود بين الشرق والغرب في داخلي، صراع لن يموت ولا أريد أن يموت أبدا، ولكن عايز يحصل بينه شيء من المهادنة والمودة والتراحم، ويخرج في شكل انفتاحي. هو في الحقيقة كلمتك الصدمة دي هي مهمة، متهيألي ان الأغنية العربية وصلت لمرحلة عاوزة فيها صدمة تفوق منها كده، يعني شيء جديد، ها ولا ايه؟ يعني من ناحية التركيب يعني خلاص، يعني بقى تقليدي جدا ان احد الملحنين القياديين يفكر ويعمل في اللحن بتاعه مقدمة بجيتار وأورج، ويتصور هو أنه أتى بما لم يأتي به الأولون بالجيتار والأورج، وأن هذا الاستخدام في حد ذاته يعتبر في تصوره وصول إلى القمر بسام معرفش كام أو خمسة، فيتتبعه سلسلة رهيبة جدا من الأورجات والجيتارات، وتصبح هذه المسألة زي الكرافات اللي بتتلبس أو زي الطرابيش ما كانت في يوم من الأيام. أستاذ محمد الشيخ، إيه رأيك في القضية دي؟ يعني قضية الأغنية عموما، يعني هو يعني طبعا أنا أضم صوتي لأصدقائي سمير وصديقي فؤاد بدوي والأستاذ حمادة بحاجة بس تاني، إنه المشكلة ما هيش مشكلة كمان الله النور جه ها؟ أطفئوا الأنوار واطلقوا الشموع أطفئوا الشموع ما هيش مشكلة برضو الأورج والجيتار قوي قد ما هو مشكلة الفورم نفسه، شيء بقى ما هوش بيتكرر بس، يعني شيء بقى مثلا من الخمسينات أو الخمسينات، وشيء نفس التركيب بيحصل بس ممكن يحصل في جيتار وأورج، فيبقى هو الشكل جديد على الناس، لكن الفورم ما بيتغيرش خلاص، وفعلا الناس زقت، ولازم يحصل فعلا زي ما بيقول سمير كده صدمة كهربائية، أي حاجة فعلا تقول للناس إن في شكل خاص بهذا الجيل كمان بنوعية العصر. العصر بقى قاعة سريع جدا، ومفيش حد يقعد يسمع غنوة ساعة فيها مقدمة للكوبلي ومقدمة الكوبلي ومقدمة الكوبلي، أشياء يعني مش عارف. فالمشكلة في الفورم يعني درجة نوصل في الموجة ديت للبلاد العربية، يعني أنا برا يعني باجي أسجل بعض تسجيلات للبلاد الشقيقة، ألاقي إنه يهتم جدا الملحن بأن يكون الفرقة اللي بيسجل عليها موجود جيتار وأورج، حتى ما يكونش كاتب حاجة ولا الجيتار ولا الأورج، بس المنطلق دلوقتي الأغنية الجديدة فيها جيتار وأورج، وشكل الجيتار واقف إزاي والأورج إزاي، بقت فرقة كبيرة واللحن هيطلع عظيم أكيد. رغم ما يعني زي أقول لحضرتك يعني كتابة الجيتار والأورج لغاية النهاردة يعني ما شفتش كتابات مظبوطة أوي للجيتار والأورج. الجيتار لما بتسمع واحد بيعزف على الجيتار بيدي لك ايه؟ يعني بتحس بايه؟ بتتخيل ايه؟ انا مثلا الناي بيديني احساس معين، مثلا الكمانجة بتديني احساس معين، الجيتار يدي لك ايه؟ انا شخصيا لو تحدد اكتر ممكن تقول لي الجيتار لما يعزف غربي او شرقي يمكن اقدر اجاوب احسن. طب احسن بقى عشان بدل ما نحدد بالكلام نسمع الجيتار ونشوف كل واحد الجيتار بيتصور ايه، ونسمع العود بعد كده ونسمع العود بعد. انا بعتقد ان الجيتار كان بيؤدي دوره الاساسي اسبانيول او كلاسيك. انت سمعنا اللي يعجبك. طيب
عندي حنا احد اعضاء الفرقه اللي احنا عاملينها الفي اي بي. انت اورجانيست نلعب هو خريج كونسرفاتوار في اي بي فيري امبورتنت بيرسوناليتيز, بس ده تعبير بنسمعه في الطيران وفي الطيران وفي الاوتيلات وفي الاوتيلات اسمه مشهور بس اسمه ظريف على اي حال في اي بي فيري امبورتنت بيرسوناليتيز. طيب يا سمير ما عايزين نسمع صوتك بقى. نقول عربي ولا نقول فرنسي؟ من الصدمة ولا واحدة من أغاني الصدمة؟ واحدة من أغاني الصدمة. مفيش شك إن واحدة من أغاني الصدمة يا عزيز عيني أنا بدي أروح بلدي. سيد درويش حط لها ملامح رائعة جدا. فؤاد بدوي تصادف إنه سمعها من أسبوعين تقريبا, هو ونبيل سعد المذيع بتاع البرنامج الفرنسي في القناة الثانية. وقد إيه نبيل سعد أنا كنت متصور أن فرنسياته واخداه بره الحكاية تماما, فاتضح أنه قد إيه مرتبط بالملامح الشرقية الحقيقية العميقة. ولكن راقه جدا وراق مجموعة من الأجانب اللي معاه والمصريين أن تكون ملامح اللحن الشرقي موجودة تماما والإطار والبرواز عالمي. فحمد خد الموتيفة وخد أو الجملة وعمل مقدمة موسيقية على إيقاع الفالس. بالإيقاع ده مش بيستخدم في المزيكا الشرقية ولكنه ليس شرقيا, عمل عليه لحن عريض جدا وتستشعر لأول وهلة أنه لحن غربي, هو مش غربي, ويخش على إيقاع مصمودي بعد هذا تم تم تتتم تم تتتم تتتم تم تتتم اللي بتسمعه في الموالد واللي بيغني عليه المدحين. بنقول يا عزيز عيني أنا بدي أروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي. حسين السيد كتب كلمتين عليهم فقال يا عزيز عيني أنا بدي أروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي, لفيت العالم كله ومشيت الدنيا لوحدي, ما لقيتش الدنيا دنيا إلا في حضنك يا بلدي. أو لفيت العالم كله ومشيت الدنيا لوحدي, ما لقيتش كحل العين زي ترابك يا بلدي. واسترسل في هذا ولم ينتهي بعد, إنما مقصر منك ومنه بقى أكيد. إحنا فعلا مقصرين يا حمد. اللحن اللي عمله حمادة للأسف شديد ما نقدرش نسمعه غير بالأوركسترا كاملة, لأن في حوارات بين الأورج وبين الجيتار وبين أصوات المغنيين اللي ورايا وبين اللحن الرئيسي الميلودي. ما إيه اللي نقدر نسمعه دلوقتي؟ هنقدر رغم أنك أنت شوقتنا قوي قوي بالكلام ده وبعدين سبتنا. ها؟ نقدر نسمع مثلا مش عارف أقول أنا هويت وانتهيت على الجيتار وعلى العود. قول دي انت والجيتار يعني حتي مش صعب يا فؤاد قوي. انت وممو ممكن انا وهو مش كفايه. لا كفايه لا سمعونا ده صوته ده اوركسترا يعني هو اللحن لازم يتسمع على الاوركسترا كامله. لو قلت دلوقتي هقول بس الميلودي يعني قول للمتاح بقدر الامكان دلوقتي. طيب طب ما تقولوا معنا اللي هو اللحن الاساسي المعروف بتاع نقول اللحن الاساسي ونطلع منه. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي. يا عزيز عيني بدي اروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي. يا عزيز عيني بدي اروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي. يا عزيز عيني وانا بدي اروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي. يا عزيز عيني بدي اروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي. يا عزيز عيني بدي اروح بلدي, بلدي يا بلدي, طول عمري عاشق بلدي.
يا عزيز عيني بدي روح بلدي بلدي يا بلدي طول عمري عاشق بلدي يا عزيز عيني وانا بدي روح بلدي بلدي يا بلدي طول عمري عاشق بلدي يا عزيز عيني وانا بدي روح بلدي بلدي يا بلدي طول عمري عاشق بلدي لا 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 بالتقريب انت بتقول لا انت بتقول لا عاوز اقول لك لا تكف ايوه فايت وانا عايز اقول يعني الشيخ سيد عايش على طول يعني انسان الله. مصري الله. عاش من 50 سنة علشان يكتب هذا اللحن اللي وصل فيه لمنتهى الخصوصيه حاله عشق لمصر بتستمر وبنفضل نغنيها وبنلاقي انها قادره على البوح بالحان واضافات عالميه لا فن عالمي في الدنيا من غير منتهى الخصوصيه زي ما سيد درويش كتب مصر مزيكا وبيرم كتبها زجل وشعر الله. راجل اسمه اندرييتش يوغوسلافي كتب يوغوسلافيا من جسر على نهر درينا الفنانين الكبار دول فعلا بيقدروا يوصلوا لاعماق الانسان الفرد الواحد علشان يفضل الانسان انسان في كل مكان من العالم وسمير بيغني حقيقي بصيت لقيتني في كوم الدكه وبغني مع الناس في قهوة الحي هناك بلدي يا بلدي طول عمري عاشق بلدي هو ظريف قوي الحقيقة اللي حصل دلوقتي من انه الناس اللي موجودين في الصالون وكتير منهم طبعا الغالبية ما بيعرفوش يغنوا لكن اللحن بيجرفهم فبيغنوا سر لا لا لا, لا هو ده هو ده سر الحان سيد درويش انها مش معمولة لمغني مقتدر دي غنوة الناس كل الناس يعني اي حد يغني سيد درويش كل الناس تغني معه يعني انا شايف الايام دي ان في محاولات عشان جعل الناس يغنوا الرجل العادي يغني يعني وغناء المجاميع هو الحاجه الوحيده اللي تقدر اللي تقدر تذيب الام الناس يعني الواحد فعلا في لحظه ضياع يفقد نفسه تماما في ارض مزدحمه بالمشاكل ومليئه بالصعاب فاللحظه الوحيده اللي تستنقذه وتاخده وتشيله انه الاخرين يشاركوا الاحساس ان هو يغني مع مجاميع فينسى كل الاهوال وكل المتاعب ويرتفع ولا ايه يا سمير الغريب يا فؤاد مش عارف يعني شفت في تشيكوسلوفاكيا شفت في فرنسا شفت في النمسا حفلات يغني فيها المغني اغاني مستحدثه من خلقه وابداعه وهو مؤلفين وملحنين ويستقبله الناس حسب جودة اللحن أو عدمه بالإيجاب أو بالرفض ويغني أغاني أخرى مرتبطة بأفئدة الناس وبحياتهم من الحرب العالمية الثانية مثلا أغنية كان بيغنيها الناس لما يرحل جندي منهم إلى بلد من البلاد فبص لقي الناس كلها بتغني معاه وعلى إيقاعات بسيطة جدا وهي أغاني شعبية الواقع يعني أطلق عليها أخيرا أنها أغاني شعبية ألاقي مثلا وزراء وزوجات وزراء في هذه البلاد ليس لديهم مانع على الإطلاق ولا يشكل أي شيء من الحروجة أنهم يغنوا سوا في جوء وفي مجتمع كبير أغنية تلم الناس كلها عندنا بيعتبر الغناء أحيانا يعني أهو المستمع بيستمع وفي موقف الاستماع وليس موقف المشاركة يعني الحائط الرابع اللي موجود بيني وبين الناس بحاول أكسره دايما وألاقي فؤاد بدوي جاي يسمعني في مكان أغني فيه مثلا أقول صديقي الأستاذ الشاعر فؤاد بدوي موجود اطلع يا فؤاد يقوم يقول كلمة عن مصر وإحنا بنقول يا عزيز عيني كلمة ألفها عن مصر فتجد صدى من الناس لأن الناس بيحسهم بالفعل وبالقطع إن فؤاد بدوي في الحالة دي مش شاعر فؤاد بدوي واحد منهم ما هو أنا صاحب المسرح ودعيت واحد منهم بيكسر الحائط الرابع وبدأوا يتجاوبوا مع فؤاد استجابة شديدة جدا وبدأنا نغني بعض الأغاني سوا زي
بالذات يمكن أكثر الأغاني قدرة على الانتشار الجماهيري أغاني سيد درويش, أغاني الشيخ زكريا, يا صلاة الزين, وأشياء من هذا القبيل. طب فيش غنوة خرجت أخيرا, الفنان سيد درويش أطلق عليه فنان الشعب لأنه كان بيغني للشعب ومن الشعب بحق وحقيقي فعلا, للنجارين للحجارين للعمال لكل فئات الشعب. عمل بلادي بلادي ولم تمت ولم يستطع أي فكر فني فيه إبداع وخلق وابتكار أن يخرج عمل آخر يضارعه. المارسييز بتاعتنا في تصور مش متهيألي أنه يعني وإحنا بنتكلم على اللحن, واللحن لا يمكن أن يعيش إلا على قدمين من الكلمات الحلوة. أنه أنا قطع حديثك يا أستاذ طاهر, لو سمحت أنتهز هذه الفرصة بمناسبة الكلام عن مصر وأد عامل كلام رائع جدا جدا, ملحني فرقة الفي آي بي حمادة ومجدي وعايزين يخدوه. أرجوك يا فؤاد لو يعني تسمعنا الكلام الحلو ده. أولا بشكرك, ثانيا هسمعه لك, ثالثا قبل ما نتكلم عن الكلام بتاعي ومصر, مصر مهما اتكتب فيها يعني هي مصر. اللي عايز أقوله إن إحنا للأسف الشديد كشعراء وكموسيقيين وكمغنين عايشين قضية الفرد, ودي مأساة. احنا ناجحين جدا دايما في الحاجات الفردية, تلاقي عندنا احسن ناس يسبحوا ويقوموا ويعدوا المنش, تلاقي عندنا احسن ربعين, تلاقي عندنا لاعب فردي ممتاز جدا, انما في حتة الاحساس الجماعي ما بلقيناش الا في حرب اكتوبر. دي استثناء غريب جدا للإنسان المصري حقيقي, استثناء. انا لسه مذهول, انا لسه مش مصدق ده مش في يعني. مصر بس يعني كان احساس جماعي بالدول العربيه كلها. والله يا حسن لاول مره تقف وقفه, ومش الدول العربيه بس والدول الافريقيه معاها, اول مره يحصل هذا الموقف الغريب, لان الانقياد الجماعي حدث يعني من داخل مصر. تصور يا حسن وسمير بيتكلم عن رؤاه في تشيكوسلوفاكيا وفي المانيا وفي النمسا وكده, انا كنت متصور انه هيقول ايه. هيقول ان بمجرد المغني ما يغني كل الناس بتغني معاه, ده عادي جدا, ده مش عايز انا اوصل لكده, ده انا بروح بس خطوتين اتنين, بروح لبنان خمسه قاعدين على القهوه بيتكلموا مع بعض ما يعرفوش بعض, بعد خمس دقايق بيدبكوا يعني بيرقصوا رقصه موحده وبيغنوا غنوه موحده. انا عايز ده, انا عايز احساسي يذوب في احساس الجماعه حتى نكون مجتمعا اكبر, مجتمعا موحد الاحساس. ما الحقيقه انا بقول انه عشان احساسك يذوب في احساس الجماعه حاجه من الاثنين تقدر تداومه, يا اما غناء جماعي يا اما رقص جماعي. ما هو ده اللي انا بدور عليه. انا عايز غنوه لما ابتديها ببص تلاقي حسن ومحمد وسمير وطاهر والعالم كله بيغني معايا. ما هو ده يمكن نتكلم فيه, هو القضيه اللي احنا بنحارب من اجلها يعني. يمكن ده يمكن بيأثر استاذ الشيخ يمكن عايز اقول يعني ايه, المناخ العام لشكل الفن هنا في مصر بيختلف عن المناخ العام في اي مكان. بمعنى انا هقول لك ازاي, هقول لك ازاي يعني. ما هو الانسان ده هنا حتى الانسان عظيم كمان يعني, الانسان بيعمل حاجات, انت قلت هنا المصري بيعمل حاجات عظيمه جدا, بس هو في مشكله صغيره انه انت طبعا الغنوه او سواء كانت لحن او كلام او ده, دي مسؤوله عن اذواق الناس وبتربي اجيال وشيء خطير. فلما تيجي الغنوه تبقى السيد عليها مناخ ما هوش مظبوط, يبقى هطلع اجيال زي زفت وهطلع حاجات مش ظريفه. هناك المسؤول على المناخ العام هناك بيقول اللي انت بتقوله, فهطلع جيل سليم, هطلع ناس بتغني, هطلع ناس بتعمل ده. لازم يتغير المناخ ده. لو سمحت لي استاذ طاهر, انا عايز اقول ان انا من حوالي 10 سنين. انت بتستاذني ليه؟ هو الصالون بتاع سمير الاسكندراني. لا بس باعتبارك ضيف الشرف, انت مش معانا كل يوم. انا عايز اقول لحضرتك ايه, انا بقول ان الغنوه دي احلى واوحش مخلوق فني. احلى لما تبقى حلوه تعمل الانسان حلو قوي, واوحش باعتبارها ممكن تبوظ وجدان اي ناس. يعني انا بلوم كلمات كتير جدا, بلوم كلمات كتيره جدا في غنوتنا بتخليني احس بالسلبيه. الحب ده انا شخصيا لو حبيت انا مستعد اشيل المقطم ده باربع صوابع مش بالخمسه, اشيل. طالما ان المقطم لسه موجود يبقى معناها انك ما حبيتش. يعني 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 يا ساتر بقى من الزلزال اللي هيجي. مش للناشر الكلام ده, مش للناشر. طب ما تقول لنا يا استاذ فؤاد, لما تحب بتقول ايه؟ اقسم بالله اعيد الحب يعني اعيد صياغه العالم. طب قول يعني. انا اقول في كلمه حب واحده منك تخرج من صدري ألف ذراع تحتضن العالم,
تحمله وتلف به وتلف به وتدور، يكبر قلبي يكبر يكبر، يسع الدنيا تستهويه جميع الأشياء، يعفو عن كل الأخطاء، أتجاوز ذاتي، أمشي فوق القمم الشماء، أنثر حبا فوق الموجودات، أهدي الحب لكل المخلوقات، أعشق داري، أبتسم لجاري، أغفو فوق جبين القمر الساري، أنسى القبح بعالمنا الملتاف، أرضى حتى عن مر الأيام الجدباء، وأعانق لون الليل الأسود في كلمة حب واحدة منك. في كلمة حب واحدة منك أسمع كل الأصوات المحبوبة، أمي تملأ أجواء الليل الساجي دعوات، ترتيل أبي صوت صديق الطيب، أسمع شدو الكران السابح في موج الليل صوتك، فيروزة تغني أصفى أغنيات الحب في كلمة حب واحدة منك. في كلمة حب واحدة منك تتفتح وردات حمر، تشرق شمس العمر، ترتسم البسمات الغضة فوق شفاه الأطفال السمر، موجات حنين تترى بصدور العذراوات في كلمة حب واحدة منك. الله يا الله يا ابو علي يا حلو. اهلا، صالون على الهواء. صالون طاهر أبو زيد.